بعد الانترفيو قال صباح خوري إجا وقته وانا كنت عم بلعب بس وقته تضلك على البنش Welcome back to the fifth quarter powered by LBA. Today's guest is صباح خوري a.k.a. Sabuha, and Gaga, a.k.a كي خوري الكل بيعرفك under the name مظبوط اول شي ثانك يو انه جيتوا اليوم قدرتوا تجوا خصوصا من عمشيت عمشيت yeah عمشي. so thank you so much thank you for having uh, uh, us thank you coach thank you, uh, انا قالوا بالبيت بيسموك uh, سلطان سليمان سليمان <applause> سلطان سليمان <applause> uh, شو شو قصه شو القصه وراها ما ما بعرف هو على فكرة إذا شيء ما عاجبه بينكر الموضوع اه قال <applause> فيك تخبرينا كلنا مغنجينه بالبيت يعني نقطة ضعف كل البيت قاعد هيك بالطابق لحاله بتطلع الترويقة لعنده إذا بده <applause> ينزل لتحت بده يعمل أفار يعني ما في إذا بدي أحكي شيء إنه نزال شوي أوكي بشوف بينزل على راحته يعني سو سلطان سليمان سلطان سليمان واو أي لاف إت أند باي ذا أنا بالبيت هيك سو أي كان ريليت كوتش ليه اخذت القرار تكون كوتش؟ فروم بلاير باخر كم سنه من كاريرتي كنت العب كنت حس انه بدي ضل بالباسكت وعندي كثير قصص قطعت فيها بكاريرتي على بالي ارجع uh, تعطي بطريقه اعطي شيء لل okay. للبلايرز الصغار اور or... يعني كل اكسبيرينس قطعت فيهم انا من okay. انديه لبطوله العالم اوكي okay. لو كنت حتى بامريكا فور ييرز سو وقت يكون عندك باشن كتير كبير لشغله ايفينشولي رح تترجم لشيء يعني مزبوط. لو ما كانت كوتش كانت رح تكون بالاداره او شيء هيك بس حسيت كوتشنج من ورا الاكاديمي تبعي كمان حسيت انه اي كان ريليت تو بلايرز هيدي شغله كتير مهمه اكيد انت بلشت بالاكاديمي رجعت هديك السنه اون شانفيل هلا انا الاكاديمي لها معي شيء سيفن ايت ييرز اوكي في بيكون في كوتشز بس يوجوالي انا كمان بكون بحب كون على الارض يعني دائما اوكي بحب اعرف كل اسامي الاولاد بحب اتعرف عليهم حتى الصغار يعني بس. من الاندر 10 للاندر 18 مه. انه مش إجي مش انه بيجي على التمرين انه هيك خمس دقائق 10 دقائق انه خوري اجا لا ما خاص حتى هيك اي لايكت اي عن جد بحب شوف يعني الاولاد كيف آه كيف عم بيكونوا بالتمرين قد the they love لاف ذا جيم ومين معقول يكون في عندي بوتنشل سو so حسيت آه رجعت بقى أنا كنت ساعد الاندر 18 اكثر انا آه ومن هون آه هي اتس ديسيجن بدك يعني بدك تكون كوتش لانه بتتغير لك حياتك كلها مزبوط كثير اتس واي ديفرنت لو أنت كنت لعيب اكيد لو كنت لعيب كنت بتفكر بحالك انت اكثر من ال... اكيد بتفكر بالفريق وبدك تربح بس ككوتش عندك 15 كاركتر بدك ايتش ون اوف اس بدك, uh, مزبوط. بدك yeah. تكون بدك تجرب يعني كلهم يكونوا مرتاحين which is very hard yeah i'm but i you i think this year, uh, and i personally uh, playing for kosaba he's a coach's player and we nahna that we're not comfortable is that we're comfortable so this is really important for us and i think that's why the chemistry is the yeah what what do he's gonna start coaching. أنا كنت مرتاحة قلت وقفت تعصيب خلص <تصفيق> لعب إجاني شيء يرجع يعصبني زيادة هلا يا الله. لا أكيد رح أقول شيء هيك عن صباح يعني أنا بحس إنه خلص الكاريير مش مثل ما هو بده يعني ما انتهت مثل ما هو كان بده okay. كلعيب كلاعب فبحس هلا أه, الله رح يعوض له إياها <applause> <في الـ تصفيق> <الـ تصفيق> <applause> <applause> إن شاء الله يا 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 أنت كيف كانت عم بتشوف كوت صباح finishing his career كان يعني فيها تخلص بغير طريقه غير أكيد طريقه اكيد اوكي okay. انا صراحه ما كنت كثير احضر باسكت خصوصا وقت كنت بامريكا سو صار نو بس اي يعني اي ثينك كوتش صباح از ليجند فور مي يعني اي ثينك هيز ذا بيست ثري بوينت شوتر اصلا بال ستاتستيك لا ب 1 يير اي ثينك ب 1 سيزون بس اي دونت ام نوت شور ذي دونت هاف ذا توتال تبع كل السنين يعني بس انه كان في ثلاثه اربعه بوقتي انا كنا نحن يعني اكثر شيء يمكن جاجا قصده هون كان عبالها بعد انه كمل كم سنه العب ما وقف هالقد بكير باي ذا انا ام سو هابي انه بفريقه لانه بدنا نتعلم شوي اكثر بالشوطه يا الله ليك صراحه اي نيفر ريجريت خلص كان مثل مثل مشيئه الله تكون انه هيك خلص اكشلي السنه اللي بعدها وقفت البطوله صار في ثوره بلبنان و رجعت السنة اللي بعدها أكشلي لسنة كورونا كانوا بس البطولة اللبنانية مزبوط حكيوني كذا فريق قلت لهم إنه ما ما أي دونت هاف ذا موتيفيشن بألعب خاصة إنه كانت صعبة تو كومبيت فور ذا تشامبيون هالسنة في كذا tough. عن جد في فريق كثير حكاني قال لي إنه فكر إنه قصة مصاري صار قال لي إنه الشباب بدهم إياك تلعب معنا صباح وهن مستعدين يشيلوا من معاشاتهم وما لنا قصه مصاري ما بدي العب انا بقى بس ما قصه مصاري ما بيعرفك منيح يعني لا قلت له يا عم، قلت له هيدا الكوتش تبع الفريق قلت له صراحه انا ما بدي بقى العب باسكت خلص في شيء جواتي ما بدي بقى العب سو فهم علي قصدي يا يا كان بدي اسالك انت واتس يور رول بالحكمه شو بتعملي ليه ليه فتي معهم اول بدي اعرف بدك تعرف كيف تفتت من الأول؟ ايه 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 وشو بتعملي؟ واتس يور رول اوكي جابي هو في شيء اسمه جمعيه عموميه بنادي الحكمه وانا منتسبه لها انا وصباح وقت اجت هيدي الاداره الجديده بده يتم الاختيار من خلال هيدي الجمعيه العموميه اوكي هلا الشيء اللي بضحك انه انا كان كان عندي بودكاست مع الينا صار امين سر النادي القديم استقال اوكي سو بالحديث عم بمزح معه انا ما كان عندي نيه قلت له انه انا اوريدي دفعت للبطاقه تبع الجمعيه العموميه وما رجع حدا حكينا تيسلمني البطاقه كان لها سنه تقريبا الخبريه قال لي لا مش مزبوط وهيك انه رح نعطيك الكارت وكل شيء قلت له اكيد وهيك وخلصت تاني نهار حرام دغري حكيونا قالوا لي انه في كارت لك وكارت لصباح لازم يضلوا معك من بعدها استقالوا يعني استقالت الاداره سئبت يعني صاروا كل هول القصص وأكيد وصلت الليست للإدارة الجديدة يعني هلا كانت عم تركب يعني أستاذ جهاد بخردوني وبريزيدان راغب حداد سو so, شافوا اسمي باللست okay. هلا قبل بنهار كنت عم بمزح مع صباح لأنه أخذت أنا الكارت قلت له تخيل أنا صير بإدارة نادي الحكمة وعم نضحك هيك بالبيت ونوي كان نهار بعد الظهر yeah. قال لي صباح ليش لأ؟ إنه ما في شيء مستحيل بالحياة وهيك وصرنا نضحك وخلصت الأحد بعد الظهر بيجيني تلفان انه غاغا بدنا نعمل معك ميتينغ وبدنا نشوف اذا حابه تكون معنا بالاداره الجديده وهيك نسيت النوم تعرفها للغنيه لا انا <applause> خلص نهار الاحد إن انا نايمه مفتحه عيوني يعني ما بعرف شو حسيت اول شيء رعب مع انه انا ماني خويفه ابدا يعني ماني خوي ماني بنت خويفه خفت تلبكت شو بدي اعمل بكره بدي اشوفهم بدي اخذ قرار انه مانا منه شيء هين ابدا لانه انا بعرف شو انا حكمه حدا تاني بنت بالضمان تبعي أه كانت دغري ركض يتركض يعني لانه أشيط. ما بتعرف قد شو يعني حكمه ما بتعرف شو يعني البريشر الموجوده أشيط. انت بتعرف جابي على طول بفل إدارة وبيجي اداره بيكون في حزازيات وانا ما بحب هول الفيلينجز بحياتي يعني ما بحب يكون عندي مشكله مع عالم قبل ويصير عندي مشاكل بحياتي ما بحب يعني بعيد كثير عن هول القصص بس رح اقول لك شغله اول مره بقولها انه اول حدا تعرفت عليه هو استاذ جهاد بقردوني بس تعرفت عليه أخذت عن جد نص ساعة تقررت أنه أكيد بده يكون موجودة مع هيدا الإدارة كتير حبيت الفيجن يلي هو عم بيفكر فيها كتير حبيت طريقته كيف أول شغلة قال لي هيدا النادي لكل العالم يعني مش جاي النادي لإله بدي شيل هيدا وبدي حط هيدا 100%. ما بده يعمل هيدا الشيء أبدا قال لي نحن هون بدنا نجرب قد ما فينا نساعد هيدا النادي ما بدنا نزيح حدا على جنب يعني عم تفوت على محل اي فيلت سيف انه ما عندي رح يكون تنشن ومشاكل مع عالم بالعكس وهيك صار وتعينت nice. كمسؤوله اعلاميه اوكي اند قرروا عملنا كذا اجتماع ورا بعض وصرنا نلتقي ونخطط ونفكر وتعرفنا على بعض نحن 11 شخص يعني تعينت كمان كامينه سر للنادي اوكي اوكي ميك سنس طيب كوتش انا وتعرفت انه جايل حتكون بنادي الحكمة خفت شوي لأنه عادة بتفوت على كل الملاعب إنه خلص الكلمة على جاجا عرفت عرفت كيف؟ إنه بيحبوني إيه بيحبوك كثير بس هيدي القوة يا جابي إنه بعدهم كلهم بيحبوني أي لاف ذات أي لاف تو ستوري كنت مع هذيك السنة مع دينامو وقت وصلنا فينال هيك ات واز تنس ان ذا كورت كوتش عرفت كيف؟ هيدي البريشر عم تشوت نحنا وبتعرف انه الجمهور عم انه يعني عم بيشجع فريقه عم بيحط بريشر علينا ام اوت اوف نو وير بتفوت جايل الكل سكت قلت شو صار كيف سو ات واز فاني يعني ات واز ا فاني مومنت فور اس و اي هوب اتس غانا ستي لايك في ناس جابي هاي اول مره رح اعطي كريدي صغير صغيره لحالي انه انا حدا بيقولوا نجمه خفيف يعني ما حدا بينزعج مني، مني مستفزه، سو هيدي لعبه دور لصالحة دور ايجابي يعني. الله إخ ان شاء الله تضلها هيك. ان شاء الله. ليك كوتش talking about the pressure of the game وهيك, pressure of being a coach is it different than the pressure of being a player? اتس way different. اوكي. ليك مره كنت عم أفكر بيني وبين حالي من اول سنه بلشت كوتشنج سنة الماضي مع الأنترانيك لهلا مع الشانفيل. ما في جيم قطع أه، الا ما كان اخذ ضغطه بالرجل يعني يعني وقت جيت انا لسن لاست يير كانت كثير صعبه جابي لانه كنت معي مثل يونج جايز معي يونج جايز وكان في فرق بدها تنزل على الثانيه مزبوط مش مثل هالسنه يعني سو <ممممممم> so كان كل جيم مثل كانه الضغط ضغط البلد كله علي سو وي هاد تو وين سم جيمز واللي ربحناهم اي ثينك وي وان سفن جيمز اور ايت شيء هيك كلهم كانوا كلوز جيمز يعني كان بده يتاخذ ديسيجنز بكذا محل هلا كتر خير الله ات ذا اند اوف ذا دائما بقول انا اللعيبه هن اللي باخر شيء بالملعب هن اللي بيربحوا اكيد الكوتش بيجرب يساعدهم على الطريق بس عرفت ايفينشولي هن اللعيبه اللي بدهم يجيبوا الجيم حسيت بكل جيم كنا كل جيم نطلع لين نقول هيدا الجيم مثلا اذا اذا زحطنا فيه بدنا نفوت بين 11 12 وعرفت شو يعني ات واز اكيد لا ات واز بريشر ذا اوبوزيت واي اول سنه الي كوتشنج يعني مش بريشر اربح بطوله بريشر انه انه يكون الفريق اول شيء سيف بالديفيجن 1 وبذات الوقت اقدر انا احط التاتشز تبعي تبين الفريق انه عم يلعب باسكت حلو مزبوط لانه اي نو رياليستيكلي ما قدر رح اعرف انه ما ات تاف تو كومبيت فور تشامبيون شيب وذ سمول تيم اكيد لا, لا شغله دائما بتضحكني الياس معود بوجه له تحيه الاسستنت كوتش اللي معي أهب. بعتبره من الاحسن بلبنان انا اول كم جيم هيك خسرنا مع دينامو اي ثينك اول جيم لعبناه دينامو كان تاف جيم يا رجعت انا ايه على البيت ايه معصب ايه قال لي كوتش انه بدك تروق كمان ايه <applause> 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 انه عم بيقول لي انه انه صباح انه خلص انه ماشي الحال قلت له يا ايه كيف انت بت... انه انا ما في أفكر هيك اكيد انه هو مش قصده شيء هو, ف... هو عم يجرب يروينه هو بيكون معصب مثلي يعني بس آه قال لي انه في تيمز رح تكون تاف تو كومبيت انه يو هاف تو تيك ات ان بوزيتيف واي اكيد بس لا لا هيدا بعد جيم دينامو ضليت يمكن الساعه 5 6 الصبح عملت انا الفيديو اديتنج لا 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 ما بتصدق الخبريه كان كتير فاصم على اللعيبه كلها من الاجانب لكل شيء ضليت لل 6 الصبح حطيت تليفوني بايدي وعملت الفيديو اديتنج تبع الجيم قطشهم انا واعملهم وعيت الصبح الاحد اي ثينك ات واز دخلك فرايدي اور ساتردي وعيد الاحد بلشت كب الفيديوز على الجروب الفريق وات ار يو دوينج هير واي يو نوت بوكسين اوت كذا بعتليش 15 فيديو على الجروب صاروا كلنا عم هيك انه الكوتش شو بو الصبح يعني بعد ما مثلا هون وير از ذا افورت انه اوكي يو شوت ذا بول ويل انه اوكي يو دونت بلاي ديفنس كاني عم بحكي مع حالي بس ما عرفت كيف اي كان سي لا لا جابي عملت وانتبه اتوزلت بت اي تيرنينج بوينت بعد هيدا الجيم رجعنا كان في جيم ان اس اي ات واز سوبر باد كمان مش هم. ما كان انه عندي داوتس هون بالفريق بس خلص حسيت انه هالسنه رح تكون سوبر صعبه حسيت انه الاجانب ما رح يكونوا ما رح يكونوا مش هن الجود فيت مع هذا الفريق مع انه انا كثير بحب الاجنبي يعني قد ما فيي يضل بارت اوف ذا تيم يعني جرب احمي قد ما فيي لانه بعرف ايفنشو رح يرجع يعطي بالجيمات بس خلص مرات بيجيك الارم براسك انه نو نو از نوت ذا رايت فيت مش هو لانه هيز نوت اي جود بلاير بس لانه منه فت مع هذا الفريق بدك سكورر وبعرف كان عندنا جيم كثير كروشل ببي بلوس قلت لهم إن انا عزمكم على العشاء للعيبه وقتها لا عن جد بعدني بتذكر تفاصيل اول سنه دائما اول سنه بتكون كثير هيك ايموشنال لك وكمان انت يعني جايل انا اوقات بيخوتني يعني بيقول لك ستاتستيك على قد انت قد ايه شايط انت وات ايفر ايفن ذا اذر تايم مع الياس معود كان عم بيقول لي انه تذكرت كم ثريز انتم اخذتوا بالكل الجيم صح اتس اتس كريزي هاز كريزي ميموري فرحنا تعشينا بجبال كلنا قعدت مع الاجانب ربحنا الجيم ضد بيبلوس وي ور داون اكشلي ربحنا الجيم ات واز هيك مثل مومنتوم مومنتوم يعني المومنتوم تغير شوي للفريق حسيت انه يمكن مع مع تو ديفرنت بلايرز وي كان دو سامثينج ذس يير وهون وقتها اخذت ريسك وجبنا جوردن جاكسون و uh, ويستلي uh, وهيك اي براود انه جوردن yeah. قدر يعطي هيك بالليغ وصار عن جد عمل عمل بيج امباكت انا اي سو هابي لانه فاني ستوري جوردن جاكسون انا فليت ان 2012 اي ثينك من لبنان وصلت على امريكا ات واز هيوستن اند اي واز جوينج اول اراوند الهاي سكولز بدي نقي بايها بدي روح وصلت على this specific school, Sand بايس كان اسمها بعدني بتذكر وجوردن جاكسون واز لايك ذا هيرو there, like oh. the best player. اف إيه؟ هو برا من المدرسة و we lost contact, انه كنت العب شوي ضده mm -hmm. واجا على لبنان. إيه؟ And whenever I saw him, دغري I remembered him, ما بعرف. you لي. told me the story, hey, I think. إي إي إي, so oh. I was so happy that uh, he was with you. وانتبه كان عندي كثير أوبسيونات بعثوا لي كثير بروفايلات. وقالوا لي جوردن هي ذا سون اوف شارل سووبس يمكن انتم ما بتعرفوها يا هو يا يا شي از ليجند شي از ليجند بالهيوستن كانت ربحوا ال دبليو ام بي اي تشامبيون انا متابع كل شيء باسكت قلت لهم ابنه لشارل سووبس واو انه كيف ثاقبت هيك <applause> فاجا من اول جيم ضد اطلس آه. هي ستيب اب ريلي وساعد الفريق وكلهم اللبنانيه ذا ستيب اب وعم اقول لك كل جيم كان في ضغط وحتى قدرنا نعمل جود جيمز مع البيك تيمز يعني اي ضد الرياضة بالمناره وبسجاز ببيروت عنا وي ور اتواز كلوز جيم لاخر 5 مينتس سو انبسطت مش انه انا اللي عملت هاودي انبسطت انه قدر الفريق يحس حاله انه هاودي اللعيبه ذي كان كومبيت مع البيج تيمز مظبوط ويز جانا بوش يو للكاريرز اللي يعني للنكست رح تحس حالك انه انا اي كان جيت بيتر وقدر كوتش صباح ياثر فيي بمحلات ويساعدني بكاريرتي اكيد اتس نوت اوليز ابوت وينينغ اور لوزينغ يعني ما أكيد. كل فريق رح يربح ويخسر مهم تترك بوزيتيف امباكت انت على اللعيبه تقدر تساعدهم بحياتهم هيدا اهم من الربح والخساره مزبوط مزبوط بقى, وبحس انه هديك السنه كثير ساعدتك لهالسنه اكيد اكيد لانه ذا بريشر this يير يعني انا تو ابا بيرسونلي وقت بلشنا البطوله ما كان عندنا هدول الاكسبكتيشنز اللي عندنا اياهم تو داي يو نو يعني لعبنا هومنت مان اي ثينك نو ون ان ذا كونتري ثوت انه وي غانا وين ذا فيرست جيم انه بعدني بتذكر صح صح we won that game and since then the expectations were super high and even the beirut wata akhsarna people were actually super mad akhsarna you know <تصفيق> 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 and i feel like شوي شوي we picked it up sana so <applause> كلنا نعرف baad the chemistry has going <applause> up بس <الباسك so> بدها <applause> كثير patience sana uh, مرات يمكن طلعت معك من اول few games <applause> وترجع تصير معك قصص negatives بعدين ومرات يمكن من اول السيزون يقطع تقطع بقصص negatives تستفيد منها بس نحن اصلا الايمج تبع الفريق هالسنه كانت انه مثل ما هيك يعني كانوا كلهم عم يحكوا انه اتس غانا بي ا جود تيم اتس غانا بي تاف تو ميك ذا فاينل فور وتش ستيل از يعني انا اجري كتير على الارض واي نو باسكت بول انه فيها تروح هيك وفيها تروح كومبليتلي ذا اوبوزيت واي يعني ما حدا توقع هالقد تكونوا خطرين يعني <applause> ما كان في هال اكسبكتيشن اتس هارد ورك اتس هارد ورك اوف ذا جايز اتس هارد ورك ذا ديسيبلين ذا فوكس accepting the roles يعرفوا انه في sacrifices <applause> انا قعدت معهم مرتين <applause> قعدت معهم مرتين انا قلت لهم انه بالباسكت في ساكرفايس في ساكرفايس كثير كبيره بدها تكون خاصه انه وي ادد سم بلايرز افتر يعني انا جيت على الشامبيون كان اوريدي في لعيبه ماضيه رجعنا زدنا كم لعيب رجع بعدين صار في مشاكل مع غير فرق يعني مثلا قصة مزبوط. باتريك الكابتن ما كنت عارف انا رح اكون افيلبل ايفن الي ريستوم سيتويشن يعني تغير رجعت ظبطت صار في كثير قصص سو hey. so انا مينلي بجرب ألن يعني جابي هي نوز انه بده يكون في كثير ساكريفايسز ودائما دونت let باسكتبول كثير تاثر بحياتك بطريقه انه تاخذها معك على البيت وتصير فرستريتد مع صاحبتك او مع عائلتك او ايفر دائما خدها بكونتكست انه باسكت از سمول بارت بالحياه بنبسط فيها وقت اظهر من هون اتس نو بروبلم يعني بس قد في الواحد يفصل يعني لاي مدى بتزبط انا بنص بعد انا وقت يعني على اخر كارير صرت افصل ايه. بطلت يعني كنت قبل كنت عم بسالك لانه ايه. صباح كان حدا كثير يعني كان يحمل كل شيء على البيت مش بطريقه سلبيه بس حدا كثير يتاثر بالخساره كثير يحس so. so. مع الفريق يعني ايه انه كنت إيه. ما نام على كم يوم تيك مي بين 48 اند إيه. 72 اورز هيك رجع فيه يعني إيه. ارجع اطلع اكون اول واحد بالتمرين اذا التمرين الستة يكون 3 ونص خلص ام فرستريتد بدي ارجع إيه. العب منيح انا بيرسونلي كمان yes, yes, بس انه ات تايم بس اي ثينك وقت الكوتش كمان يضل يحكي بهالمواضيع وكذا ات هيلبس ذا بلايرز لانه ات ذا اند اوف ذا داي رح تخلص يعني ما ما بدك تقطع من حياتك سنين تقول انه انا هذا الجيم مثلا زعلت من الكوتش او زعلت من اكس او زعلت من هذا اللعيب وتروح جمعه هيك وترجع بعدين تيجي جمعه يكون في نيجاتيفيتي بحياتك لسن اتس غانا تيك وان داي تو جيت ذا نيجاتيف ستاف اوت اوف يو انا ب... انا لعبت 17 سنه وبعرف اتليست وان داي بس ذا نكست داي لازم واحد خلص انه هيدي باسكت اتس ماشي 10% اوف ماي لايف 90% صحتك وعائلتك <applause> <applause> والقصص بتنبسط فيها بحياتك You see, Guy that's كنت عم بقلها قبل ما توصل انه كان عندنا هالقعده انت فسرت لنا هالشيء بالتمرين صح And this was a big push النا كلعيبه, you صار بحس كل كل الشباب حطوا their ego aside و we understood what the coach wanted from us كيف؟ انا شيء كان واضح

يعني الكوتش yeah. مثل اللعيب هي هاز تو كم ريدي تو براكتس منتلي بده يضل اذا شاف حدا زعلان هي هاز تو فايند اواي انه انه اكس زعلان اليوم بالتمرين بدي انا افكر بينه وبين حالي how much I'm gonna be tough on him maybe I will let him شوي اليوم mm -hmm. he's frustrated يعني بيضل عندك بالانس بكل شيء اتس فيري تاف حتى اليونغ جايز مرات بقعد هيك مش عم بقدر العبهم كثير بالتمرين اخر شيء اي ثينك اباوت them يعني حتى مرات بوصلهم انا ما تفكر مش عم بفكر فيكم بس ات ذا اند اوف ذا داي في مصلحه فريق وتش از uh, هي اهم من كل شيء قد اخر شيء مزبوط ما في يفكر لا بمصلحه مزبوط. جابي ولا بمصلحه اكس وايجراك ولا بمصلحتي صح بدي يفكر بدي افكر بمصلحه الفريق وبهيدي ال... بهيدي الطريق اللي عم بخدها انا مصلحه الفريق بده في عالم بدها تزعل شوي مزبوط هيدي هي الباسكت يعني مزبوط. اخر بتعرفي يانيس انت تي كومبو فور اكزامبل وقتها كانوا عم بيخسروا هال ريسنتلي طلع وقال من يلي بيمثل اللي ذا اتس ريلي امبورتنت ايفري ون تو بي كل لعيب بده يجي مرحله بده حدا بده جايدنس <applause> انا اي <applause> بليف حتى لو كنت ات اند اوف يور كارير ايجو اللعيب اللعيب رح يضل عنده الانا مزبوت. كيف ما قلبت القصه so دائما بده يضل في حدا عم يحكيه ويوعيه اي uh, يور 24 يور 35 بده يضل في حدا عم يحكي معك ولا sure. ممكن sure. لحالك هيك تروح على طريق مضبوطه انه ايفانشر رح ترجع تصير تفكر بانا ولا هون ما لعبت وانا عندي اكسبيرينس اكثر وانا دي دونت لوك ات ذا بيج بيكتشر بس بشوف انه انا هون كيف في حد سبع ثمان نقط اور وورايفر مزبوط وباي ذا واي توكينغ باي ان بي اي بتذكر رجايل انت رحت هلا على ابو ظبي ريسنتلي مزبوط شو رحت كان تي في اور

قصص منيحة ولا لا؟ مثل كم لعيبة بلبنان <applause> <applause> بدخنوا بدخنوا شيشة <applause> يا الله لا في منهم مهضومين في منهم لا هلا ما فيك كمان تحكوا معاه لما بتعرفهم كثير منيح وأنا انا بجي بخبر صباح كل شيء هو بعيط علي <applause> قلت له تعرفت عليه تتعرف اذا مهضوم ولا لا قلت له لا بس انه اوفر اول لانه حكيت مع كم حدا منهم هو ما كثير يعني كان قريب للقلب اس اي feel لك هارد كمان وقت هل هالقد ات يونج لانه بفتكر هو بلش ات 14 بين ام في بي اوف ذا يورو ليج اي هي بوتس انا هيك بحس ما بعرف انا جابي هيدا شخصية ما بحس خاص كل هول القصص اكيد بيأثر شو بيصير معك بحياتك بس في ناس قريبين للقلب <applause> في ناس قريبين للقلب ناس مش قريبين للقلب خلص آه. كان في كاري إيه كمان صح؟ اباوت على بالي اعرف كاري كمان لا لا <applause> <applause> وده ذاتس وات ذير بعتقد انه ذي ور هيك سابريت ما خلوا ايه حدا يقرب ابدا مش بس ابداً. هيك انه في ناس جايه تحضركم اه. انه ما بعرف هلا انا كثير عم فوت انا فور اكزامبل تفاصيل بس حسيتهم ما كثير فارقه معهم من العالم يعني كان في عالم عم بتموت برا بدها تشوفهم بدها هيك لانه بدبي انا سمعت انه دوايت هاورد تصور مع كل العالم سوبر نايس عن ايه وبينج دوايت كمان اتس صح اكيد هلا دوايت ان ديفرنت ستيج بهيز كارير وكذا ماتشورتي ليفل يمكن لانه ري الن مثلا شفته بنفس الوقت عملت معه انترفيو وقعدنا حكينا مع بعض هيك okay. ما كنت عم صدق انه ري الن قاعد عادي سلم على كل العالم تصور مع الكل بعدين شفته انا يومين ثلاثه ورا بعض انه كان عم يكون okay. في ايفنتس وكل شيء صار كرمال صار كل مرة يطلع بالشوز تبعي يقول لي حلوين انه شو لابسه اليوم هيك كله صاروا يطلعوا على الشوز تبعي قلت له تعال اشتري من عنه <applause> من المحل خبرته انه على فكرة انه جوردن محل. براند اورينتد ري من قبل مضبوط مضبوط جوردن براند سبونسر باي جوردن ايه ايه ذاتس واي كمان يمكن انتبه هالقد ركز <applause> انتم محلكم اس اوتلت ما هيك بجبال عم شيت اوكي اوكي سو جايز اذا بدكم شوز <applause> اس اوتلت عم شيت او مشوار بعيد بس انه محرز جيتوا على بيروت فينا نحن نروح كرمال شوز على فكره انا صباح كل يوم بننزل صوب هون يعني know, اكيد know, انا كرمال شغلة وتمرين تمارين وهيك جايل بعرف انه هذا الكوتش بس بدك تخبريني قصه هيك مهضومه اليوم عن <applause> عن الكوتش على فكره هيدي انت خبريه المطار إيه؟ المطار ايه المطار اوكي هي هالخبريه بتجرسني لالي على فكره ما بتجرسه لصباح اه اوكي اول ما رجعت على الباسكت بلبنان وهيك بلشت شوي الناس تعرفنا مش هيديك السنه اللي قبله اوكي بلشت شوي الناس تعرفني, <applause> تعرفني. وهيك كنت مسافره انا واصحابي خمس بنات اوكي كان <applause> الباتشلر تبع هنادي رفيقتي مسافرين هونيك معي بنتين ماشيين وراي بيعيطوا لي يعني واقفين كثير كثير عجقه بيعيط لي حدا يعني مبين بده يقطعني يعني اوكي <applause> ما ما يقول اسمي انا هون وقفت هيك قلت ماشيين مع غاغا شو بدكم رح نقطع من هون شو بدكم اكثر من هيك بعدين بوصل لعنده بيقطع معي البنات بوصل لعنده بيقول لي مش اخته لصباح حتى ما تضحك لي يعني ما انه فرقه معه من ما فرقه معه مني قال لي انت مش اخته لا صباح خوري قربي يعني ما ما حتى قال لي كيفك مثلا او شيء او برافو يو دوينج فطلع في البنات قالوا لي رح ضلك 10 سنين تشتغل على اسمك بس رح ضلك اخته لصباح اخته لصباح واو اي لاف ات اي لاف ات انا مبسوطه يعني بس ما بفكر انه زعلانه <laughs> I, by the way, sister, same thing. Come in, guys. But uh, I'm gonna introduce Maria on set. Maria, please, as I uh, can uh, join us. Thank you. Hello. Hello. Hi, Maria. Hi. 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 So this is Maria, our uh, <laughs> high-performance coach. Okay. are <laughs> <There> you? كيفيك؟ نه نت كيفيك؟ الحمد لله. ما ماريا سكيرز باي ذا واي ا لوت اوف بيبل عن جد كلهم بيخافوا انا انا الكل بيخاف ايه وقت تفوت دغري كوتش بدي بدي اسالك بما انه كنتوا عم تحكوا هلا كثير عن الايموشنز اللي بيقطعوا فيهم ذا بلايرز انت بالكارير تبعك قطعت بكثير فترات وين النادي مثلا تبعك يكون اتس جوينج داون وتاخذ انت عتقك الكل التيم و وتحط تاخذها كيور اون ريسبونسبيلتي ترجع تعليهم كلهم Uh, what does it take for a player to be a leader in a team? أول شيء you have to be we have to work hard. إن أنت رح تكوني أول واحدة بالتمرين. ما بتقف تمرين. You communicate with them. وتكون في الفريق عم يقطع بمشكلة or someone is struggling. هودي بيجوا هيك ناتشرلي مرات عن جد مش انه يو دونت فورس ات مزبوط عرفت سو so, uh, وانا خاصه لعبت بالحكمه ماريا <applause> بعدني ذاكر في جيم حطيت اي ثينك 29 اور 30 بس خسرنا الجيم كان بعده الفيسبوك wow. بلش جديد <applause> رجعت على البيت هيك <applause> صباح <applause> و اي دونت لايك صباحها وي بلايد ذا جيم وهيك عم صدق انا انه اوكي اتس نوت اباوت سكورينج بس ما, ما قصه سكورينج اذا لعبت منيح ولا لا بس انه الفكره انه كان كان جايبين أجنب بعده واصل انه ات وازنت يعني بس انا انه اي تراي تو دو ماي بارت سو بخدها بطريقه بوزيتيف انا انه هالقد الجمهور بحب النادي تكون عندك جمهور بحب النادي تبعه هالقد بصير تحسي حالك في ضغط اكثر عليك بس سو اي يوست تو شوي لاني بلشت حكمه وجعت بعدين تنقلت بغير فرق اكيد بمسيرتك بالحكمه بما انه <applause> عم تحكي عن هالموضوع كان كمان التيم وقت كان عم ينزل وقت كان اداريا او بلايرز او كل شيء قطعت بكل شيء بكل شيء انا بالحكم كتر خير الله بس قد <applause> ايه <applause> من مشاكل اداريه لا مشاكل بالفريق لا سمول بادجت تيمز وتش از فاين ما بن يعني كل السنه انا بال 12 سنه It's 12 في سنه رجعت من تشاينا ضليت معهم بس عملوا لي بطاقه اسيستنت كوتش بس كمان كانوا اللعيبه يعني ضغط وصباح مش عم بلعب هون واذا فيك تحكي لي مع الكوتش يعني كنت غير بارت ضغط عرفتي بس آه <applause> عن جد ديبيندز انت شو الاكسبكتيشنز عندك اياهم عندك لحالك يعني انا هلا كنت عم تحكي جاجا عن قصتها انا اي كود هاف نيفر imagined انه اختي صغيره عن جد مش عم بمزح انه وقت صغار بتفكري انه ترجع جاجا تصير بالباسكت بالملعب وانا ما كنت بتخيل حالي ماريا سافرت على امريكا انا يقولوا لي من ال15 لل19 وقت بطولة آسيا قالوا لي صباح انه شو عم بيصير بالبلد وهيك كان يعني تليفونات ما في واتساب وهيك من زمان انا كبرت شوي ف, <تصفيق> ف... <تصفيق> <تصفيق> شو عم تحكوا الباسكت بلبنان يقولوا لي ايه ايه سكروا المدارس وطرقات وكذا حكمه وما حكمه انا ايه, ايه ايه اوكي روح ارجع احضر ام بي اي جيمز ايفرسون وكوبي وانه ما كنت اخذها هيك سبحان الله رجعت برمت الايام جيت على لبنان انا وبلشت مع الحكمه انه يعني كلهم قالوا لي لا كان في الي وفادي وعجقه وكذا روح بروف يور غير فريق برمت وطلعت الايام ترجعت صرت كابتن الفريق انا ولعبت موست اوف ماي كارير بالحكمه يعني عن جد الطابق اخذتني حققت لي كثير احلام عن جد ما ما كان واحد بيتخيل يعني بس كمان يور منتاليتي والكاركتر تبعك ساعدك انك توصل لمطرح تكون كابتن تبع الفريق لانه قطعته باشياء الايموشنز ما هيني انك انت عن جد انستابيليتي او او صح. مثلا اذا غير... في كثير بلايرز بيتاثروا بمشاعر بلايرز الثانيين انت لا بالعكس ما كنت تتاثر كنت انت تحملهم وتعليهم ماريا كان في اخذ اهين طريقه انا وفل yeah. بلا <applause> ما اصلا وجع راسي بكل هالموضوع <applause> لشو بدي اقطع خمس اشهر ما اقبض انا و وصار كيف كنت تتعامل مع هول الايموشنز بينك وبين حالك؟ أه خلص انا وقتها انا عندي كثير عندي سنس اوف بيلونجنج لحدا يعني اذا بحب حدا عن جد بجرب قد ما فيي ما تفرط هيدي الخبريه من كل النواحي مش عم بحكي انا بس باسكت يعني بحب ساعد بحب sure. ساعد ايه شفت أه وقت شفت هيك نادي عم يوقع محلات ما ما قدرت أه ابدا ما اصلا ما اجتني الفكره مع انه اجاني اوفرات وكان في اعمل مصاري اكثر واربح البطوله اكثر من مرتين بس خلص قلت انا محلات بتقولي انه ترجع تطلع الشمس كنت دائما انطر هذا الموضوع هلا ما ما بكذب انه طولت رجعت طلعت الشمس لانه كان يقطع سنه منيحه نرجع السنه اللي بعدها يكون في ما في استابيليتي ويرجع يتغير كل الفريق وغير كوتش وغير اداره بس انه ان شاء الله هلا ان شاء الله هلا, هلأ هيك عن جد ان شاء الله لانه عن جد عندي ذكريات حلوه بغض النظر انه هلا انا اكيد كل تركيزي على الشانفيل وعبالي ساعد الفريق <applause> آه يعطي نتيجه حلوه يفرجي صوره حلوه انا دائما ما بحط تارجت مركز ماريا ما بحب احط <applause> هذا الموضوع بحسه بريشر ما له طعمه يعني انه بدنا نفوت بدنا نعمل ثالث ام رابع مش هيك الباسكت انه يو تراي يور بيست المهم تفرجي صوره حلوه مزبوط في مرة كنت شخصية بالحياة <applause> <عم>. That's nice <تصفيق> 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 That's nice يعني أنا ما شفت مثل شخصية سابا حلا بيقولوا لأنه أخته بس الله يخليكم لبعض لا لا في بتتعلم منه كل شيء بس يتنفس تتعلم منه <تصفيق> <تصفيق> لأنه ما بياخد نف إذا غلط النفس ما بيتنفسه يعني لهالدرجة شخص هيك بدي أقول لكم شغلة كان عندي كوتش يوناني بالشانفيل اسمه جورج كاتساليدس وأنا أخذ من كل الكوتشي اللي قاطعين معي بكاريارتي من كوتش غسان لا كوتش فؤاد لا نيناد لا كل الكوتشيين مره قالنا شغله ما بنساها قال if you play hard you play as a team you will eventually win something it doesn't have to be the championship بس اكيد you will win the respect of the whole country صح. كيف عم تلعبوا it doesn't have to دائما translate ل لبطوله صح. مش دائما هيك بتكون بالباسكت بس اكيد اكيد رح تربحوا شيء internally ورح تحترمكم العالم انه لعبتوا عم تلعبوا بهالطريقه بتلعبوا together في تجانس بيناتكم يو بلاي فور ايتش اذر يو بلاي هارد يو ار ديسيبليند صدقوني ات ذا اند اوف سيزون رح تكونوا ربحانين شيء هيدي كثير بمثلك بمثلك لك بمثل, بمثل, بمثل أه. مسيرتك لانه انت ربحت لونج لونج تيرم ريسبكت تبع كل الجمهور الحكمه من يور ذا لويالتي تبعك لهيدا الفريق ليكو صراحه ميلا كمان تحيه لجمهور الشانفيل لانه عم يجيني كثير مساجات. <سؤال> حلوه اي 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 لا عن جد كثير عم يحكوني يعني بيوصل لي مساجات مرات هلا جمهور الشانفيل بتحسيه اكثر صار اكتف انه قطعوا بسنتين شوي فيري اكتف يا سو عن جد بيعملوا لي تاجات بقصص كل الاحترام لهم وجيم بيروت كانوا فول هاوس It was beautiful to see for <سؤال> وصدقني وصدقيني هيدا الشيء كمان بيعطيني اكسترا موتيفيشن تجرب كمان هالجمهور ينبسط جمهور الشانفيل ينبسط باللي عم بيصير هالسنه وهيدي صارت مسؤوليه اكبر علي بس منا مشكله يعني بالعكس اتس something اتس كمان اكثر يعطيك حافز بالحياه انه بالنهايه ماريا شو فيها الدنيا يعني انه يو هاف تو فايند اكسترا قصص تو موتيفيت يعني العمر بيقطع العمر بيقطع ايفينشولي سو يو هاف تو فايند ديفرنت تشالنجز لإلك لتروحي على البيت تقولي مثلا هيدا الجيم مش بدي اعمل له سكاوتينغ 50 مره او بدي اعمل سكاوتينج اكثر واكثر واكثر وبدي احضر قصص اكثر تو بي طب احس بشيء انه اي كود هاف دان سمثينج ديفرنت بالجيم ام شغله قطعت علي ما قدرت اعملها وعلى فكره هيدا الضغط اللي بيقطع فيه الكوتش رجعت له لهي رجعت <applause> له <لهيه> السؤال <تصفيق> <تصفيق> بس بس بدي اسال بعتقد هيدا اتس ثينج بالعائله انه وين ما يروحوا الجمهور بحبهم يعني جاجا ذس از انت كمان يعني مع انك انت لج... عضو بلجنه الحكمه عاني جيم بتفوتي عاني نادي بتفوت عليه كلهم بحبوك بدي أسألك بس سؤال بهيدا الموضوع أنت يور وومن إن ميل دومينانت فيلد وهيدا الشيء بيجيب لك لوت اوف من الجمهور يمكن ايام كثرة هيدا الاتنشن ما كثير حلوه يمكن ذا تايب اوف اتنشن مش كلهم ذا وونتد اتنشن از وومن وانت شخص كمان بيحترم حاله كثير وهيدا الشيء كثير واضح وانا كثير بحترمك على هيدا Thank الشيء كيف تتعاملي مع هيدا الاتنشن اللي بتجي صوبك ماريا انت بتعرفي انه كل شيء منتل اكيد ما راح أخبرك كل شيء بالحياه منتل وانا قررت من وقتها ما فتت على هيدا الدومين يضل عقله براسه مم. يعني بتعرفوا في ناس ما بعرف تحت الضوء وبس الناس بتعرفهم بيتغيروا ان واي انا قررت انه ما بدي اتغير ما بدي هيدا الشيء يغيرني هلا شأن ام ابينا نحن تحت الضوء هلا انا مش اوبرا وينفري العرب يعني بس انه في ناس بتحبني بالنهايه وصرت معروفه يعني بروح على محلات كل الناس بتعرفني هيك إيه بس ما بخلي هيدا الشيء يفوت علي بعتقد هي اكثر شيء بخلي العالم أنه تحبك على قد ايه ايه انه ما بخلي هيدا الشيء ياثر على حياتي ولازم خلص انا صرت معروفه لازم اتغير او هلا اوقات العالم تسرق مني كل عفويه بدأ اوقات صح. تصير بدي انتبه اكثر لو انا حدا كثير عفوي بحب اضحك وهيك برجع بقول يا عمي في مطارح آه انه بده الواحد شوي يكون جدي اكيد انا جديه بشغلي بس اذا بحب اوقات تكون عفويه زياده عن اللزوم يمكن بلبنان ما لازم كثير الواحد يكون عفوي بس انا بعتبر حالي هيك نص نص حتى ليميت لكل شيء بحياتي ولهلا زابطة معي تنشوف <applause> اوبسلي <applause> <applause> ككوتش نرجع على <applause> <applause> البريشر تبع الكوتش مين ما اسال بدي بدي, بدي <تأكلم> بدي أحضر للحلقه بدي اسال حلقة يمكن ممكن في في اول حلقه بيكون في كوتش ايه اول حلقه اول كوتش اول كوتش يس شفت بتذكر كل شيء قبل <applause> <applause> واول ريبورتر <تصفيق> مزبوط اول ريبورتر بلا صح اللي لا في غيري هلا ما في غيري بنت هلا او في مش عاينه ما لا يا عيب شو بيكون في شيء حدا مش منتبهين خلص سوري <سؤال> <تصفح> كل ما اسال حدا عنك يقولوا لي رايق كثير كثير رايق صباح بس في هلا مشاعر جديده عم تطلع منك از كوتش على الملعب بتعكس هيدا الريبيتيشن تبعك على الرواق شو عم بيصير معك از كوتش اللي بتحسه انت ديفرنت عن ليش كيف عم تطلع هالايموشنز كلها؟ <تصفح> <applause> على فكره انا مش رايق لا قصدي انا مبلا كانسان كلني هيك بتصرف وكيف كذا رايق بس مش بكل الكايات يعني عرفت آه اكيد دائما بحط اخلاقي انا قبل كل شيء which از هيدي بعتقد الرواق معناتها عرفت <applause> <applause> عرفتي كيف بس انه اي هاف سو ماتش باشن وبس كلاعب ايه كنت اروق من كاكوش ماريا اتس ديفرنت ديفرنت كومبليتلي ديفرنت شيء شو الايموشنز الغاليه اللي بتقطع فيهم از بلاير از كوتش كا كا ايموشن از بلاير بتعصبي بس ترجع بتقولي انه اي هاف كنترول شو في اعمل انا في ارجع احسن هيدي الشغله في في اتمرن اكثر <applause> في مثلا كذا بس ككوتش ما عندك كنترول عليه لا عندك كنترول بس يو هاف تو كنترول ماني بيبل اراوند يو انه يو كانت عندك الاداره اول شيء عندك اللعيبه <applause> عندك الاكسبكتيشنز عندك الجمهور عندك كذا شغله لعيب في انت واذا تو بي اونست يعني اف يور ون اوف ذا بيست بلايرز راح يكون عليك ضغط من الجمهور اف يور انه اف يور اف يور taking basketball as a hobby وهيك يور انه لعيب مثلا ما ما اشتغل مظبوط ما كان هارد war... وركر أو sometimes he's not talented enough يعني مش عارف الباسكت <applause> ما يمكن تكون بالحياه احسن شخص، انا دائما على فكره هي بتصير معي بالاكاديمي مرات مع الاولاد كمان ساعدتني بالكوتشنج بيجوني اهل مرات انه ابنه مش عم يتحسن وليش هيدا في اتنشن شوي عليه لانه صار سكيلد اكثر، في مره لقط لقط مدام بايدها يعني كانت زعلانه شوي، قلت بدي اقول لك شيء يمكن ابنك يكون احسن احلى احلى نفسيه واحلى شخص ويكون احسن شخص بس الباسكت انه فيها ليميتيشنز اذا واحد انه مثلا فيزيكلي منه 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 فت او في في عالم بتتقدم اكثر من غيره خلص بيلقطوا يعني اتس سمثينج بجسمه للانسان بمحبته للعبه انه دونت تيك بالعكس انه انا باخذ الباسكت انه يجي يتسلى بتبعده عن قصص بشعه بالحياه ما بيضل على الايباد كل النهار وبلاي ستيشن وهيك مش عم نعملهم دعايه بس انه انه بتلاقي حدا هلا صغير ولد صغير معه تليفون وبيضل كل الوقت انه اتس نوت يعني بزبط. بعدين انا الباسكت كتر خير كان في باسكت بحياتي لانه يمكن كنت انا بعرف ما كنت رح انجرف بشيء بس انه بتعرفي انت يعني في واحد ينجرف دغري حسب الانتوراج اللي حواليه وبالباسكت بتعطيك هيك باشن وجواتك انه انا بدي اكون ديسبلين بدي العب بالفريق بدي اتمرن ودائما جو سبور حلو It brings people <applause> together يعني <تصفيق> <تصفيق> وانا دائما بفسر هيك للاهل انه دونت دونت بوت اكسبكتيشنز انه انه يمكن ما يوصل ابنك يمكن ما يوصل يلعب ثاني اور اولى اور ثالثه بس اكيد اكيد رح ينبسط بهالاكسبيرينس اللي قطع فيها من ال7 لل18 <applause> رح يضل يخبر بعدين انه انا كان معي هيدا التيم ميت ومره حطيت 15 هون و... انه بدك تاخذي هودي القصص <applause> صاروا يفهموا علي شوي اكثر وانا حتى بالماريا بالاكاديمي عندي هلا فت بموضوع هيدا الاكاديمي بس انه ماني كنت قاصد احكي فيه بالعكس ماني results اورينتد يعني مثلا ما بانه عندي جيم مثلا اندر 16 بلعب خمس لعيبه تقربح انه نو انه ب... عرفت Enjoy بدي اياهم يجوا ينبسطوا ينبسطوا يلعبوا باسكت واذا طلع لي كم لعيب نحب يكون طلع بنجرب نعلمهم هيك بس ماني انه على انه ايه يقولوا هيدي الاكاديمي عملت هالنتيجه وربحت ووصلوا فينال فت فت بس انا بهمني الولد عن جد يجي ينبسط باتموسفير ويطلع له هال اللي يطلع له يعني هالفرصه يلعب عرفتي حتى لو ما انه كثير تالنتد بس يمكن تعطيه بوش بحياته بغير محلات هيدي الخبريه في ذا لاف ايه مثل كانك عم تروح تلعب بالبارك yeah. بامريكا عرفت كيف انه مزبوط يو مايت هاف 3 جود بلايرز وتو مش كثير هيدا بس بيكونوا هن يمكن بتحبهم قد الدنيا يعني وبيكونوا <applause> هن عم بيأثروا بحياتهم بتطلع تأثر بحياتهم عرفت؟ صح <applause> سو <So تصفيق> نحن هون بلبنان كثير ريزالتس اورينتد بدنا نربح بدنا نعمل هيدا يا خيي انه طيب اتس جود ورك هارد وهيك بس انه في قصص اهم خاصه باليونج ايجز باليونج ايج كاتيجوري I feel like you learned so much from basketball to apply in life يعني كثير يا يعني yeah. يعني. اصلا السبورتس ان جنرال بتعلمك ديسيبلين بتعلمك سيلف ريسبونسبلتي بتعلمك showing up for yourself leadership مري انا بعدني لهلا هذيك مره كانت غاغ عم تمزح معي كانوا كانوا اصحابي عازميني يروح اسهر سهره كان جاي بعد خمس ست ايام اي wasn't gonna دو ات قلت له انه صباح انه بعد ست ايام جيمك انت الكوتش اصلا منك لعيب خبر الخبريه مزبوط كان نيو يير نيو يير اه تعا رايحين على بيت الفيقو تشوفه قد ايه بيحضر قد ايه بيتعب قد ايه بعد عنده بتعرفي كيف بفكر ماريا بصير فكر انه ليتس سي انا رحت من أرض لثلاث اربع ايام اور وات ايفر اخذت ما بعرف رحت هيك ما بعرف بصير فكر بقصص براسي انه بركي ما كنت 100% فت انا ككوتش كون ريدي منتلي للجيم سؤال لجاب وقت تشوف كوتش هالقد ديديكيتد تو يور جيم قد yeah. ايه بصير هذا الشيء يتطلب من انت تطلب من حالك اي نيد تو شو اب مور اذا هي شوينج اب هالقد لإلي فور شور اصلا حاحكي عن ذي سيزون كان مع كوتش صباح على طول بيقول لنا جايز بليز جيت تو براكتس 30 min 30, <applause> 30 minutes earlier. Mm <applause> 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 ما في شاب ما بيعملها يعني ما no one player ما بيعملها الكل 30 minutes earlier and that shows that he really care for us فيو يقول لنا انه التمرين بتبلش على الستة الكل يوصل على الستة ستة وربع بلبنان ستة وربع بيوصلوا كمان حلقت بالطلعة لا لا مرات اللعيبة انا عم بحكي على قبل التمرين وقبل الجيم My weight room, my work, It's my food. Things. So he he cares about us. فانت بس uh, وقت تشوفي هالشيء خلص بدك تعطي كل yeah. شيء. يا عرفتي؟ وانا مثلا فور اكزامبل مي as جابي وقت افوت على الملعب Just knowing that the whole staff, الإدارة, اللعيبة, they have my back بدي أعطي كل شيء عندي ياه. <تكلم> you know? <تكلم> <Yeah>. So. أعطيك اكزامبل جابي كلاعب حتى كنت فكر أنا مثلا قول let's say. جيم الخميس اوكي مانداي نايت ليتس سي في عيد حدا بصير فكر انا ليتس سي ظهرت على هذا العيد هلا اوكي ايفنتشو تكون عندك بريكس بتظهري ام نوت سينج نوت تو جو اوت مش عم انا قاعد بحبس الباسكت كل السنه بس انه يو هاف تو بي كمان بمحلات يو هاف تو ساكرفايس فور ذا جيم يعني صح. بصير انا اذا رحت وتاخرت كثير يعني يو كان جو اوت مثلا فور اكزامبل بس انه ما تتاخري مثلا 4 5 الصبح ات كان بي ان بتوين كل الحياه بالانس يعني بصير اذا رحت وضليت لل 5 الصبح انا لانه سهرانين رح اوعى تاني نهار على التمرين رح ما رح اكون فيزيكلي رادي اي مايت جيت انجرد شو بينايمني بيرجع بصير حس بالجلد جواتي جو انه انا هيدي الليله كان فيي ارجع قبل كان فيي نام ساعتين ثلاثه زياده وهلا ما رح اقدر العب الجيم ماي بي ذا تيم ويل لوز وانا انا رح تاثر <applause> علي نيجاتيف ناجت... ان ناجتف... نيجاتيف واي وضميري رح يوجعني لانه انا كان في كان في هالنهارين نام احسن واكل احسن م. ما عم اقول انا ضل قاعد بالبيت كل نهار بس انه يو هاف تو بالانس ان سمارت واي وكانت رح تاثر علي يمكن لكل السيزون يمكن الكوتش يحس انه انا ما ماني ديديكيتد هالقد سو so كنت بفكر بهالتفاصيل ايه كنت بفكر بالتفاصيل كثير عن جد اذا عن عندي مرات 10 12 دايز وما عندي تمرين عن نهارين اوكي yeah. دائما في وقت لواحد تو هاف فن بس انه تكون عندي جيم يمكن لانه لعبت كمان بفرق كان علي بريشر انا كنت حس فيهم هذا وانت ده. كنت حط على حالك بريشر اه. زياده بعد انه لانه اه عندك هيدا الليدرشيب شيب لانه ماريا من اول كارييرتي اولموست كان علي مسؤوليه بفريقي which is one when, when you're one, one of the the players the coach they the are counting You're one of the best players. ما بحب أقول بهالطريقة لأنه أنا ما بحب أحكي يمكن في كان في عالم تشوفني one of the best players يمكن في عالم تشوفني إنه I was a good player. ما أنا هالمشكلة والله it's not. I see you as a legend, coach. <laughs>. I'm just saying. لا لا. And I'm and I'm pretty sure guy know and have to see. مرة ولا مرات تحس الباسكت مثل مثل الزو يعني you might like some shoes might not like someone's game. يمكن واحد يشوف هلا يحكي عن فادي ما يحب لعبه كان. بس إنه at the end of the day he did. what he did يعني فتح. or whoever it is. مزبوط. So uh, بس دائما كان علي مسؤوليه وهيدي الشغله كانت تحسسني بالضغط اكثر. و I think ساعدتني بحياتي اذا أقطع مشاكل قطعت فيها بحياتي غير الباسكت انا. اكيد. And you know كمان Maria coming back to your question. وقتا تشوفي قد ايه بيحطوا مثلا ايفورت على الفيديو سيشن. You know. انه سالتي لكوتشابا انه واز ذا ديفرنس. كمان كمان فيديو سيشنز بدي خبرك شغله جابي هلا صارت هيدي انتم ما بتعرفوها بالفريق no. كان عم كان عم جيم ضد الان اس اي الخميس <applause> براين هيلمز ان اس ايز بلاير يو نو هيم اوكي انا كنت خلص حاطط براسي جيم بلان لانه سو هو يوجي الاسيستنت لياس هو بيعمل الاديتنج وهيك فكنت قاعد انا قبل ما انام هيك بالفرشه قاعد <applause> فت على كذا جيم له وعملت الاديتنج انا وشلت له شي 10 فيديو صغار انه هاو هي اتاكس فور جابي مينلي كمان فور فيو بلايرز لا وين الفاسه قطشتهم على تليفوني كل <applause> 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 كل 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 فيديو شي 10 12 سكندز انه هاو هي اتاكس فروم ذيس سايد وهاو شود وي جارد ذيم وهيك بدي على جروب الفريق نحن ما بنبعثهم عاده بس خلص هيك اي هاد فيلينغ انه هيدا الجيم بدي احضر له بهالطريقه فبطلع بوعة نهار حرام هي جت انجرد براين هي ديدنت بلاي سو اي ساند سند تو الياس قال لي كوتش وهاو قلت له بعدين بقول لك شو ها ولا ما فهمت انا لا بعت لي فيديوز لبراين قلت له يا عمي اشتغلت عليهم انا ليلتين تبعتهم للفريق وتحطهم بالفيديو سيشن نعملها كنت انا بعت ليون تما يتعذب فيهم هو صار so جات تبعت له يون يعني وشلتهم هلا بس انه هيك عم خبروا الحجابي انه كنت كنت محضر شيء لبراين that بس eventually سو يو سي كومينج باك لايك وين ايفر اي سي ماي كوتش بوتينج ذات ماتش ايفورت اند ذا اسيستنت كوتش خلاص يو هاف تو جيف ايفريثينج اون ذا كورت اكزاكتلي اند ما بتبلش the day before. That's what I always say. Mental preparation حتى كمان. It never starts the day before. A week before. ماريا But بدي اقول لك شغله it's never about the coach بس اوعى حدا يفكر هيك. مع ما انه الكوتش هو اللي بياكلها على الخسارات بلبنان. مع انه الكوتش هو اكثر واحد بياكلها يعني. صح صح مش رح يحكوا كثير عن المانجمنت ولا كثير بيحكوا شوي لعيبه <متصدق> آه. شوي الا اذا في لعيب عن جد هي ستراجلد يعني بيج تايم <تصدق> بيجيبوا سيرته بطريقه بس يوجولي الخساره بتكون على الكوتش بس لا عن جد حتى بالربح هالسنه ام ام فيلينغ ذا لاف من شانفيل فانز حتى مزبوط. بس صدقيني بتبلش من فوق ماريا مزبوط. من الإدا... من بريزيدان اكرم صفا والاداره من بريزيدان ابراهيم نسا من من الكوتش اسيستنت حكيم ترينر مديره فاليريا yeah. كمان بوجهلها تحيه بتضل معنا yeah. بيرجع بتنزلي على اللعيبه بترجع بتكملي مع اللعيبه الصغار لانه هود اللعيبه الصغار مم. لو مش عم يجوا ومش عم الكبار. And my جاي محمد. يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني كنت قاعد مع جافيان من يومين عم نتغدى، قال لي كوتش انه هيك اي لايك هاو اي تيك كير اوف ميغيل باز بازي وبيتر بيتر, بيتر بيتر كمان وبعد معنا كيفن كافن uh, وكمان معنا سليمان هلا، قال لي اي لاف هيك او أ... شي عم بيفكر يعني، قال لي انه اي لاف ذيس كيدز وهيك يعني يو نيد ذيم حتى لهودي تيشوفوا الاجانب انه ليك في كيدز عمره 17 18 رح ينبسط وقتا يحكيني يعني فهمت كيف قصدي يعني لحديت اخر واحد يو هاف تو بيلد ذس والا ما بتعمل شيء ابدا مزبوط اصلا كذا بلاير اجانب كنا نحن عم انترفيوينج هون وهن قالوا انه قديش الامباكت تبع اليونجر بيبل يلي بس يجوا بدهم يتصوروا معهم او بس يجوا يحكون قد بيعطوهم سنس اوف كوميونتي انه لا في عالم نحن عم نلعب نلعب كرمالهم مش انه بس لل انا كيف بفكر انا ما بحب اقول انه في بنش بلايرز وفي لعيبه بتلعب اتس تيم يمكن ما لك دور هلا بمحلات يمكن يجيك دور بس اتس نوت اباوت في 6 7 بلايرز وبنش بلايرز بيجوا بيقعدوا على البنش اي دونت لايك ذس ايديا بالباسكت يعني انه شوي ديس ريسبكتفول الطريقه اللي بيقولوها هلا هن دي دونت مين ات ذس واي بس يمكن هون بياخذوها انه بنش بلاير ما بيلعب بضل قاعد ما بيعمل شيء هو بالتمرين اي نيد هيم مور ذان ذا بلاير ذات ذاتس بلاينج ان ذا جيم انا از مثلا اوكي okay, هلا في كم لعيب ما عم بقدر لانه بالباسكت ما فيك تلعب 12 لعيب بس <applause> اليو ابي زخم از امبورتنت تو مي از ماتش از جابي اند جافيان غسان بوطقة he's not getting much minutes لأنه التركيبه شوي صعب اجانب ثلاث أجانب everyone everyone يعني ما بدي أنسى حدا هلا yeah. بس عن جد أنا كثير بحترمهم بجرب ساعدهم يمكن ما عم تترجم بالجيم بس بشارة بستاني مثلا اي بلاير بتترجم بالجيم بعتقد بان دايركت واي قديش كلهم بالتيم كيمستري تبعك هي يعني كل شيء بيكون عم بيكون عم بيصير بيهايند ذا سينز صح بيترجم بي انتم كيف عم تلعبوا فكره مريم يمكن ما تترجم هالسنه ار يونج بلايرز يمكن ما تترجم انا بحكي يمكن تترجم السنه الجايه معهم مثل ما صار معك صح مثل ما صار معك انت كمان يعني ايفنشلي ما كنت عم بتفوت اول شيء على الملعب وقت كوتش غسان ما كان عم بفوتك بس بالاخر انا انا جيت من دبي هي فاني ستوري انا دائما بخبرها بالانترفيوز جيت من امريكا صباح خوري وصباح خوري وهاد ذا موز وكروس اوفرز وكذا يجوا يحضروني على تشوفنا عم بيطج كان ملعبنا اول سنه بفؤاد شيب نو غاغا بتعرف ات واز عن جد انا صغيره اوقف بالنص كان عندي سكيلز شوي مش بلبنان بيحملوها <applause> بلشت ماريا عم كسر شوي قطعت بثلاث اربع جيمات ما العب <applause> لا. صار يقولوا العالم انه شو صباح خوري ما عم بيلعبوا كوتش غسان رحت <applause> على دبي عم نلعب ثالث رابع ضد فريق فروم يوكرين ديفيجن 1 حطيت لك like 36 38 ما بعرف شو <applause> <applause> على فكره كمان ما كان في سوشيال ميديا هودي سنين وهيك كنا حاطين الراديو أعطت راديو انا عاملين مقابله مع كوتش غسان قولوا انه كوتش انه صباح خوري ما عاد لعب انه هي وهيك وكسر اول سيد انه صباح خوري اجى وقته كان نهار سبت الانترفيو مريه ام الجمعه كان عندنا ضد الرياض الاحد بالمناره <كزارك> على فكرة السبت عملت حادث بالسيارة كسرتها كمان قلت أنا مش مشكلة بكرة الأحد الكوتش بده يلعبني شو آخر هم السيارة خلص مهم كتر خير ما حدا صار له شيء نزلت على المنارة ولا دقيقة ماريا زيرو مينتس إيه إيه بعد الانترفيو قال صباح خوري إجا وقته ما أنا عم بلحق إجا وقته تضلك على البنش مني المهم ربحنا الجيم ورجعت بالسكند راوند صرت ألعب صرت بلش بالفاينلز كان فيها تكسرني الخبرية كومبليتلي يعني تكسرني على الآخر إنه انه في شيء انا مش عارفه عم بيصير معي ام كذا ليه هيك الكوتش قال وما لعبني ورجعت بعدين اقبت كاريرتي كتر خير الله يعني وبرضه قد اند اوف ماي كارير مره قلت لهم للشباب قطعت بظروف ما كانت 100% يعني انه كنت على بالي كمان اكون عم ساعد اكثر اون ذا باسكت بول بس كمان كنت قد اند اوف ماي كارير تقبلتها ورجعت ساعات باخر سنه كنت فيها بالحكم لما ينزل الفريق على درجه ثانيه يعني يو هاف تو بي ريدي اتليست انت دو يور بارت وبعدين اذا ما ما didnt happen for you بكون الله ما بده اياها تصير معك هيك بده اياك تشوفت تصم لشيء ثاني بالحياه خلص انه الباسكت انت اتس نوت يور يور سنس اوف كومفورت زون اور هابينس ان لايف ان اول على غير شيء شو بنرجع على الي جاجا از ام تي في انكر انت لازم تكوني اوبجكتيف يعني ما مش بايس مع ولا فريق بس انت بلجنه الحكمه وخيك كوتش شانفيه كيف كيف هاو ار يو ايبل تضلك هيك اوبجكتيف از ماريا هلا انا رح اعمل حلقه رح تكون كامله عن فريق الحكمه وعن كل شيء اليوم حكينا باختصار انا آه بعد ما طلعت مع ولا حدا هلا سون رح اطلع هلا بخصوص هذا الموضوع كنت بحكي انا وجابي تحت الهوا كمان انه كل حدا بيعرف غاغا اخته لصباح قبل ما انا اصلا صير ريبورتر وصير كل شيء يلي هو انا هلا بعالم كره السله بيعرفوا نحن حكمويه بالبيت يعني هيدا الشيء ثلاث ارباع العالم بتعرفه هلا بتقولي لي بيأثر على شغلك بقول لك لا لانه انا اصلا هيديك السنه كنت حكمه واللي قبلها كنت حكمه واللي قبلها كنت حكمه وما كنت اعمل شيء غلط بشغلي وكمان ماريا في كثير عالم خالد مجعاس مع الشانفيل شغل بالبي سي ستيفاني سعد كانت برابطة جمهور الحكمة كانت ريبورتر يعني كمان مع ال بي سي ايام ال لما مقدم كانت تلعب مع الرياضة رياضة. كمان كانت ريبورتر بس صوت. على فكرة جاجا جا يعني انا بتكون عم تعمل انترفيوز مع تبع الحكمة م. تحسيها انه <applause> شطوا شطوا اخر جيم 40 3 بوينت انه لا, لا شيء قال لي صباح بكي فيك شوي <شوفك> شو بكي دخلك <applause> <applause> <عن جاد تصفيق> قلت له لا انا بشتغل هيك لا عن جد بدي اقول شو هلا هلا بماريا بجيم بيروت قلت له العزيز مش العزيز قلت له انه يو توك 43 بوينت شوتس اجينست هومنت من شوت سيلكشن وكذا انه فهمت انه كان كثير بروفيشنال حتى لو انه هي حكمة لا انا بحكي الحق عن جد بيك كريدتس لها انه قادره تفصل بين الموضوع قادره افصل بكل شيء وحتى ماريا منها هينه انه بيكون اوقات الفريق عم يخسر عم يربح انا قاعده حد غياس ولا شيء وانا حدا انفعالي <applause> بحياتي انا حدا هيك حتى ايام صباح مثلا هديك السنه ما كنت انا حكمويه بس أنا عم يلعب ايفر <applause> اكيد مع صباح يعني اضبط حالي يعني تعلمت شو يعني الواحد يعني كان كان <applause> جيم صعب عليك شان في الحكمه وقتها الشوطه جايز بحط الله ما بعرف شو عن ما حدا في يفهم شو بحس احاسيس بالملاعب بس عن جد بعطي كريدي لحالي انه ما بخلي ولا شيء يستفزني اعمل شيء غلط او ما افصل بين شغلي وبين كل شيء فلا ما ما لعب في لعب بهذا الموضوع هلا شانفيل اذا شانفيل ضد غير حكمه فيك بعد الجيم تجي وتعمل اللي بدك اياه مزبوط مزبوط لا أنت ما بتشوفوا قد سبح بيضحك والله <applause> كان في جيم ماريس بيروت اوكي <applause> <applause> okay. ورب ربحته ربحنا فانا نكرت كل شيء لا ربحته انا خلص انا بنطر تنطفي الكاميرا ترجع اعمل اللي بدي اعمله يعني ما ما بخلي الكاميرا تكون بعدها دايره صرت اطلع هيك اه الميكرو سحبته سبرنت لعند صباح اكيد عملت ستان غمرته وهيك لي صباح روحي من هون <تسجد تسجد> بدي هون بدي اغمرك بس نورمال لا سنومن. اكيد خيي yeah. يعني بالنهايه yeah. بس انه ايه هي اتس مور ساتسفاكشن انه لالي مش انه شيء ضد بيروت ام حدا بالعكس هي كثير بتحب الكل ام ضد اكس لا لا نا 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 او ام سينج انه كل جيم بتيجي جاجا اذا ربحناه ما خصو بالحكمه هلا <متادق> وتشز <متادق> أيه <متاد> <متاد> يعني. آه اكيد اي اندرستاند ات يعني اكيد بدها تيجي يعني مبروك وهيك انه ريجاردس مين الجيم بس انه عم بحكي وجهه نظر انه بتجي ساتسفاكشن انه خيا مش لانه لو عم يلعب ضد ضد حيالله حدا من برا ام من لبنان انه شو مكة شو بتعيش خي كانوا يلعبوا رودريجو <تصفح> رالف <رادتي وسط تصفح> ضد بعضهم عن يعني جد هول مشاعر كثير هلا ذا موست awkward اكيد كان شانفي ساجاس يعني بس انه لا لا ما في إلكوت تشوفوا ما بعرف كم قطعه عمر شربل وحريصه <تصفح> 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 حتى حتى انت كمان بجيم تبع شانفي ساجاس لانه الاستقبال يلي عملوا لك اياه انا كان بدي دقيقة ببكي يعني كان بدي ايه دقيقة اقول لا 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 طالعة على الكاميرا بتعرفي ماريا ما كان عندي فكرة واو بس ما كان عندي فكرة وصلت كان طقس كثير <تصفح> انا قالوا لي قبل انا قالوا لي فانا ما خبرتي. لا اكيد ما خبرته لا لا ما خبرته <تصفح> الحكي يعني يقولوا لك رح نعمل هيك لصباح غير ما تكوني على ارض الملعب انا شفت شفت صوره صرت لا يا عذرا ما بدي ابكي ما بدي ابكي على دقيقه بعدين انا بعرف قد صباح هيدا هيدا احلى شيء صار بحياته بعتقد شفته يعني صباح منه حدا كتير بيعبر يعني مثلا اذا انا زعلانه بتعرف اذا بحش بيعمل طيرادينة بعت لي ريل <applause> يعني ما انه حدا انه كثير بيعبر حياتي شو بك يعني انا دغري بعد الريل كنت باراجراف <applause> بس انه هو ما حدا كثير بيعبر بكفي بس كيف تطلع ومشي وهيك قد تاثر عرفت انه هيدا يمكن احلى شيء بيصير معه بحياته انه عم يلعب ضد هيدا الفريق قد ايه عنده ريسبي من هيدا الجمهور قد ايه بيحبوه هيك انا هيدا بالنسبه الي مش معقول تعيشي شعور احلى من هيدا الشعور ما بعتقد صايره بالتاريخ هيدا قلتها بالانترفيو اي دونت ثينك اي شي جاي غير فريق لا ينعمل لا لا هيك لا انا ما كنت عارف في صوره

اي جمهور هيك عرفتي شو قصدي؟ يعني على اللويالتي على اللويالتي اي جس وينفر وان بلاير جيفز ذات ماتش ايه يعني وينفر وان بلاير جيفز ذات ماتش تو اني تيم اي ثينك اقل شيء هيك يعني ات واز توب فور مي ارجع افصل دغري بس هيدا هيدا هو السؤال اللي عم بيصير رجعت لا هيك بعد 5 minutes لانه مش دغري بلش الجيم كتر خير الله كان بعد في شيء 25 minutes تيبلش هيك انه مثل كاني فوت كل شيء جواتي ورجعت ركزت على فريقي يعني اللي انا عم جرب قد ما في هالسنه نعمل يعني النتيجه اللي بدنا نعملها اتليست تراي اور بيست كرمال كل من كرمالنا نحن وكرمال الجمهور الشانفيل وكرمال الاداره وكرمال العالم اللي حط تراست فيه يعني ات ان ايزي ترانزيشن ماريا اطلع بلبنان كثير الماركت صغيره هون والبواب كثير mm -hmm. البواب كثير mm -hmm. قليله يعني سو ات واز ات واز تاف يعني انه ات ذا اند اوف ذا داي بريزيدون ابراهيم نص فتح لي الباب بالشانفيل وبخدها وذ اونر انا و بجرب قد ما في عم كمان هيك بحضر كتير وبعمل انا اول شيء ما احس انه جواتي محلات كان في اعمل اكثر وبذات الوقت كمان شانفيل عنده بتقعد ست ايام قبل الجيم بالنهايه <applause> <applause> كمان شانفيل عندهم فان بيس كثير حلو عم يجرب عم يرجع يجي بالملعب هلا وات بي نايس nice اذا انا قدرت ساهم مش انا يعني الفريق اي I mean مين قدر يساهم بهالموضوع انه يرجع يحسوا انه في فريق حلو بينبسطوا فيه ان yeah. شاء الله yeah. بيست اوف لوك عن جد للتو تيم ولمسيرتكم اثنيناتكم بحياتكم ثانك يو ماريا بدي اقول لك انه هيك وجودك مثل العسل yeah. كثير مهضومه <تصفيق> <تصفيق> عن جد <applause> كثير مهضومه وكثير قويه وبرافو وجودك كثير مهم بالكوميونتي تبع <applause> الباسكت انا بدي اقول لك شغله ماريا انا مره شايفها لماريا بجبال رجعت تذكرت في بمحل سلولير لا لا اتس ا فيري فاني ستوري محل زرع طريق الايو ماريو ايه ماريو عملنا له دعاية لماريو هذا كثير ادمي يعني جيب <applause> دو تروا تليفون كنت قاعد فوق انا كنت عم بعمل شيء فوق ما بعرف شو هو نسيت اكزاكتلي exactly ورجعت هلا وقت بعدين صرت شوف ماريا يعني بالباص هيك تذكرت انه شايفها فوق <applause> بس انه لفتت لك نظرك تنشوفها <applause> ما كان, كان في غيري وغيرها بالمحل لا عن جد لانه كانت بدها شيء منه انا ناطر تيخلص لي شغله انا مش كثير بطلع لعنده بس انا اكيد اكيد ما عرفتك بوقتها اكيد لا لانه ما كنت انسى لا لا كانت سريعه بس انا تذكرت انه عيط لانه ماريا هو لا. عيط لي, سأقت سأقت لي. سأقت <applause> سأقت على فكره جاجا فكره جاجا بتعرف انه انا عندي ذاكره كثير قويه ذاكره يعني بتذكر قصص عن جد لا ماريا اكشلي شفتك وجعت انا ما بعرف كيف بينتي علي فرند ان كومن ام شي وجعت وطلعت بوسط يا عم صرت اللينك انا انه انه قال لها ماريا بالمحل وانا سامع انه عرفت مره يمكن بينت علي yeah. تقول انه واو كيفك الدنيا صغيره <تصفيق> 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 بس انت من هونيك صح؟ انا ايه بنت جبال <applause> مش من هونيك انا من زحله بس بعيش بجبال نحن <applause> <حياتي>. من زحله <applause> كمان من زحله كمان واو نخوري زحله الاصل اوكي وعايشين بجبال عايشين بعمشي تحيه لماريو صاحب جايز عن جد ثانك يو سو ماتش بس بيفور وي راب ات في عندنا جيفت It's a Golden State jersey, uh, Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Had come coach Sabah and guy Khure. Coach Sabah. Coach and player. Sabah. <laughs> uh, so had come Monday and had to. It's going to be a, a giveaway. Uh, to participate, you're going to have to follow the page.

Coach coach, gabby, coach, gabby, coach 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 coach, 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 coach. coach. <laughs> coach. coach. Okay. Uh, thank you so much thank, thank you furniture you. plus uh, thank you for having thank us, for having us. Thank gabby true fact are you uh, on uh, anna <laughs> <banana. laughs> <laughs> <laughs> maria yes. kamena thank you for everything thank you guys that's a wrap